السلام عليكم مشتركي القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقتي في تحضير حريشة صغار مالحين معمرين، واللي غادي نحتاجو كيلو لا روب ديال سميدة رقيقة ديال الحلوى، نص كاس ديال الزيت، عندي هنايا بصلة مشلضة رقيقة، زيتون كحل وزيتون خضر مقطعين طريفات صغار، عندي هنايا الطون ديال الزيت غادي نخليوها بالزيت ديالها، عندي هنايا المعدنوس، عندي الزعتر، وهنايا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره كيماويه، ومعلقه صغيره ديال الخميره حبيبات. وغادي نبداو بسم الله. غادي نديرو سكر سنيده، ملحه، خميره كيماويه، والخميره حبيبات. غادي نبدا ندخلهم في بعضياتهم شويه بشويه، والزيت راه غادي نخويها تدريجيا. دابا غادي نضيف البصله، نضيف عليها الزيتون كحل وخضر مقطعين، غادي نضيف الطون، الوغ انايا هنايا ضفت جميع المكونات، الزعتر المعدنوس، ودابا غادي نبدا نحاول ندخلهم بعضياتهم. الزيتون ما نحاولوش نوركو عليه بزاف باش يبقى باين. ودابا غادي نبداو نضيفو الماء شويه بشويه ونعجنوها. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال التقطاع ديالها. ندير شويه ديال السميده هنا الوسط، ونهز القياس، نحط هاد هنايا، ونحطو هنايا ونحاولو نقادوه، نحاولو باش ما تهرسش لينا، الا تهرست نجمعوهم. ندير شويه ديال السميده ونقاد، ومن بعد نحيدو هادي. دابا غادي نحاول نهزها بشويه، وها هي كتجي بهاد الشكل هذا. الوغ انا دابا غادي نكمل بنفس الطريقه ونعاود نرجع لكم. كيف ما كتشوفوا دابا من بعد ما قرصنا الحريشات كاملين، انا غنبدا نطيب فيهم دابا. نحاولوا نهزوهم شويه باش ما يتهرسوش.
العصريه. ودابا غادي نحاول نقلبهم بحال هكا. انا غادي نقلبهم كاملين. دابا هادو هما الحريشات كيجيو بهذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.